السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في برنامج ميكرو طنجاوي. موضوع دو اليوم، شنو مدينه تقدر تعيش فيها من غير مدينه ديالنا في طنجه؟ يا اللي بحال ما نقدرش نعيش في غير مدينه من غير طنجه. علاش اخي؟ حيت انا طنجه من متيس، من المدن كاملين متربينا وترعرعنا في طنجه. كتمشي كضرب غير 15 يوم 20 يوم دابا في مراكش، كتمشي كما كتجبر شي فحال طنجه. شنو اللي كيعجبك في طنجه؟ البحر والجو ديالها، ماشي الجو يا خو غير تمشي دابا تقول لي فاس ولا تقول لي تمشي مراكش كضرب فيها واحد 15 يوم صافي خصك تجينا بحال الحوت بحال الحوت. نقول لك تخرج من الماء ما تخرجش 15 يوم ترجع صافي. شي مدينه تقدر تعيش فيها من غير مدينه ديالنا في طنجه؟ صعيب تلقى شي مدينه. أنا بالنسبه لي انا بغير امريكان وكندا، بغير طنجه. يعني حنا الشمال ما نقدروش نبدلوا شي موطعني على حسب الجو والطبيعه المناخ العقليه بزاف الحاجات مزيني، حتى الماده فهمتيني، واخا هي غاليه حنا صابرين عليها فهمتي كيفاش. الانسان كيتقاتل ضروري، ما نقدر علاش ما تبدلش محسن، ما غتلقاش محسن اصلا. مغير الا مشيت شي نيفو عالي بحال اللي قلت لك قبيلاتي هذوك هي فهمتيني. عاد تما كتعيش انسان ماشي جهه اخرى، عاد ندم بحال اللي قلتي في شي حابس وردوك خلي تقانت. ما ارتحتي في تمدين؟ لا كاين مدن عجبوني، ولكن يعني انا ما نقدرش نونطر فيهم فهمتيني. علاش خلقت وكبرت هنايا؟ مشيت للداخله، مشيت لمراكش، مشيت لتوريرت، مشيت لوجده، كازا، الرباط، هادو قنيطرة، هادو الساحل كامل مشيت لهم. الصويرة، الصويرة واعرة عجبتني، علاش بلان بالكواس سمعتيني واعرة، هذيك مدينة سياحة الشاون تيطوان، المهم ديك الدواية كاملة سمعتيني. ديالي مشيت لها شي وجدة، وجدة كنا كتزورها واعرة واعرة كيعاودوا عليها هي والحسيمة، ما مشيت لها حتى الحسيمة السعيدية، هذيك الدية كاملة الدية الشرقية، هذيك المنطقة الشرقية. تمشي هاد الصيفية إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. عشنا مع الكوالدين ديالنا كبروا مع الكواس سمعتيني. الواد ديالي كان في السوق برا كيبيع النوار عام 40 وباقي عندي التصاور بحال اللي ولد لك التصاور اخي. والله العظيم مع التصاور صفر، واحد اليهودي صورهم له صاحبه فهمتيني، فرنساوي داون امريكان خرجهم وجابهم له، وتلاقيته جاني عندي مين توفى الوالد جاني عندي قال لي فين هو، قلت له الي تي موغ فهمتيني، وبقى كيبكي حتى هو. قال لي هذاك قال لي الصديق الدرب ديالي، قال لي هذا قال لي ما تلقاش الشخص حاله. تبارك الله، الله يبارك فيك، الله يرحم والديك. شكرا. عبد الحميد، لا قوس لك تختار شي مدينه تقدر تعيش فيها من غير المدينه ديالنا في طنجه؟ على حسب، دابا حنا من الاولاد وهادي ما نقدر نعيش في طنجه مع الوالدين ديالي وليداتي صافي. وحنا نقولوا حتى الاولاد ساهم نديوهم مثلا والو، عندي الحبيب عزازين ومنطقه اللي عشت فيها عزيزه عليا بزاف، واخا نمشي ندوز بزاف بزاف شهر نقدر نرجع نوطي فهمت. سبق لك عملتي شي تجربه في الحياه مثلا، خرجتي من طنجه مشيتي لشي مدينه خدمتي فيها؟ نعم، هذه واحد 30 سنه طلعت من اسبانيا ودوزت واحد العام قنط ورجعت بيدي. عجبك الحال ملي رجعتي زعما الامور مزيانه الحمد لله، ولا ندمتي علاش ما؟ لا ما ندمتي، على تما كنت عند فلاس رجعت كنكمي مخدرات وزاب فهمتي، ورجعت حالي يعني نهائيا صافي، ما بقاتي كتعجبني نرجع لاوروب مره فهمت. سبحان الله، حيت كاين الانسان دابا ملي كيطلع كيعجبو الحال وكيتاقلم مع هذاك الجو كيما. عندي اختي تمايا وليداتها وهادي وهذاك، وما يعجبنيش يمشي تمايا. لاس ما نضر تما ماشي هو ما نضر هنا، يعني ولفنا على المغرب ولفنا على المغرب فهمت. دابا نقص لك زعما مثلا دابا نسينا في طنجه نديك فاس مكناس نمشيو شي مدينه في المغرب مثلا، تقدر تمشي لها؟ نمشي لها ندوسي فوق سيمانه، سيمانه خصني نرجع عند طنجه، كنقنط انا بلا طنجه كنقنط. عايش هنا في طنجه من 76 ما نقدرش نمشي لشي مدينه، كنمشي هيدا باسي وصافي، ما عايش هنايا وصافي على حساب الخدمه ديالي وداكشي اللي كنقد عليه كنبقى في المدينه ديالي فهمتي. يعني ما تقدرش مثلا تمشي لشي مدينه وتسكن فيها؟ ما نستطعش، ما عنديش الامكانيات باش نمشي لمدينه اخرى باش نسكن فيها، وهذه ما عنديش الامكانيات. الا كانوا الامكانيات نقدر نمشي. مدينه كتعجبك كترتاح فيها؟ مدينه بزاف د المدينه كتعجبني، فاس، مراكش، بالحق دابا على حساب الماديات كنبقى في طنجه حدي هنايا. الله يرزقك الضراب شي صفيره وشي على حسب، الله يوفق والسلامه مرضي. الى دينك محمد ودينك المحمديه اخرى تخدم فيها، واش تقدر تمشي تخدم؟ نقدر نمشي. تخاف طنجه؟ فهمت، والخدمه ضروري عاود فهمت. شي شمن مدينه تقدر تمشي تخدم فيها مثلا؟ مدينه يكونوا فيها فلوس والسعر داكشي اللي خصك. ونسينا انا لا والو، طنجه نبدلوهاش على الزعم. طنجه احسن مدينه في العالم. عطاك الله الصحه. ونسينا خاو ديالي، انا عندي تجربه خاو فات لي خويس وما قدرتي فهمت، واحد فتره قصيره فهمتي وما قدرتش. مشيتي مثلا للريف؟ للريف. شنو اللي خلاك ترجع لطنجه دغيا؟
عندي الول فيها وخالق فيها خاوة فهمت، ما نقدرش نعيش في شي بلاصه من غير هنايا. الدراري عاود الحومه، دري الحومه والوالدين بزاف. كيما شفتوا معايا خوسي، هذه هي نهايه الفيديو. ما تنساوش تنصوموا، تكتبوا في الكومنتيرات شنو مدينه تقدر تمشي تعيش فيها وتكون فيها مدخن. يا هلا بحال. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.